ايوب نعمر، مسؤول الرياضي على كلوب اليس. اليوم كتواجدوا معنا بمناسبه حصولنا على الرتبه الاولى في اقصائيات بطوله المغرب لفئه الفيسيان. الحمد لله حصلنا على الرتبه الاولى للمره الثانيه على التوالي بعد حصولنا على الرتبه الثانيه في سنه 2022، من موراها حصلنا على الرتبه الاولى في سنه 2023، ونحن اليوم كنحصلوا على الرتبه الاولى ايضا في سنه 2024. الحمد لله هذا الانجاز هذا ما جاش بالسهل، جا بواحد التدريب احترافي وواحد التفاني في التدريب من طرف الابطال، وفي الاخير كنوعدكم بالمزيد من الالقاب وتمثيل المدينه احسن تمثيل. محمد شواطي، كنتمي لجمعيه إليت طنجه، كنلعب فئه فيتيان، حاصل على الرتبه الاولى في اقصائيات بطوله المغرب. الحمد لله كانت مشاركه جد رائعه بعد الخساره ديالي العام اللي فات، وما قدرتش اني توج بميداليه، عكس هذا العام قدرت اني توج بميداليه ذهبيه الحمد لله. وكان هذه الفوزيه للجمعيه ديالي والاستاذ ديالي ايوب بن عمر اللي ضحى معايا ووالديا، وان شاء الله نزيد نخدم باش نمثل المدينه ديالي احسن تمثيل ونحرز شي ميداليه في نهائيات بطوله المغرب. يوسف الصالحي، منتمي لجمعيه إليت طنجه، حصلت على الميداليه الذهبيه في اقل متر و 60، وكنبغي نشكر الاستاذ ديالي بالفضل ديالو قدرت نحصل على الميداليه الذهبيه، وهذا الشيء ما جاش بالسهل لاننا وجدنا واحد الاستعدادات قبل بهذه البطوله، وان شاء الله بطولة المغرب شي نتيجة مزيان. هاد التتويج ديالي كنهديه الأستاذ ديالي والجمعية والوالدين ديالي، وإن شاء الله ما عادش ما منتاش المنتخب. بونجور، جو مابيو الحنكاري، بروميامون جو في بارتي دو كلوب إلي تيكواندو كي ما بيرمي دو بارتيسيبي أو شامبيونا دي كادي، جو تخي كونتون دافواغ بخي ما بروميييغ ميداي برونز غراس أ مون كوتش أيوب بن عمر.